شنو هما الاجراءات اللي خصنا نديرو من بعد ما كنعرفوا راسنا اننا فائزين في القرعه الامريكيه؟ اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله، تحيه طيبه للجميع، مرحبا بكم مره اخرى في هذا الفيديو ان شاء الله اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليه على واحد ثلاثه ديال الاسئله باش ما يكونش الفيديو طويل. فنبداو بالسؤال الاول ديال هذا الشخص كيقول انه دفع القرعه الامريكيه وهو حاليا متواجد باوروبا ولكن طريقه غير شرعيه، واش ممكن يدوز تما المقابله في حاله الى تم الاختيار ديالو في القرعه؟ فهنا غادي نحاول نوضح واحد جوج ديال الامور بالنسبه للناس اللي مقيمين خارج البلد ديالهم. مثلا كاين اخوان مقيمين شرعيين يعني قانونيين عندهم الوثائق ديال الاقامه ديالهم، وكاين اشخاص مقيمين غير شرعيين. فبالنسبه للاشخاص المقيمين قانونيا وعندهم الوثائق ديالهم ما عندهمش بتاتا مشكل يدوزوا المقابله في البلد ديالهم. غير هنا كاين واحد النقطه ينتبهوا ليها، انه كاين مثلا الاخوان نهار فاش دفعوا ولا عمروا الدي اس داروا في الاختيار فين غيدوزوا المقابله، داروا الاختيار ذاك البلد اللي هما مقيمين فيه. يعني انت مثلا مغربي ومقيم في فرنسا راك ممكن تختار انك تدوز المقابله في فرنسا بلا ما ترجع حتى للمغرب باش تدوز تما المقابله. تفهمنا؟ انا غير عطيتكم هذا المثال. وكاين اخوان ساكنين يعني في عده دول وهذا الشيء راه داز ودوزنا كاع التجارب ديالهم، كل واحد فين راه اما دراسه ولا عمل ولا المهم مقيم تما صافي، ولا يعني عنده الجنسيه ومقيم تما الى اخره، فممكن يدوز المقابله تما ما كاينش مشكل. لكن شي فئه الله مثلا انتقلت لشي بلد وهي نهار الاول تسجلات ودارت مثلا في الدي اس انها غدوز في المغرب وهي دابا راها مقيمه في شي بلد واحد اخر، فبامكانهم يغيروا مكان المقابله. كيفاش؟ انه يكفي انك تصيفط واحد الايميل المكتب كينطاكي على الايميل المعروف، انه تقول لهم راني بغيت نغير مكان المقابله من القنصليه في المغرب الى القنصليه في هذا البلد اللي انت مثلا مقيم فيه حاليا. صافي الاخوان، عادي جدا وممكن هذه القضيه وكاينه والناس داروها وقانونيا كاينه، يعني ما عندكش مشكل. يكفي تصيفط ايميل كينتاكي كيغيروا لك مباشره، كيغيروا لك مكان المقابله باش غير كيجيك الموعد، كيجيك الموعد في ذاك المكان اللي طلبتي دوز فيها. تفاهمنا دابا الاخوان؟ هذه الاولى. الثانيه نهضروا على الفئه المقيمه غير شرعيه، فهنا انتبهوا مزيان واسمعوا الاخوان الله يجزيكم بخير. فهنا جوابا على هذا السؤال ديال الاخ واش ممكن يدوز المقابلة، الجواب راه ممكن دوز المقابلة، لكن يوم المقابلة راه ضابط الهجرة غيطلب لك الإقامة ديالك في ذاك البلد. أنت مقيم ولا زعما ساكن ولا عايش في ذاك البلد هذاك بصفتك أش؟ إلا عندك إلا مقيم قانوني جيب لنا الإقامة والكارت سيجور ديالك، ما كنتيش مقيم غير شرعي راه غادي المهم غيطلب لك الإقامة. إذا أنت منين غتجيب هذه الإقامة وأنت مقيم غير شرعي؟ تفاهمنا دابا الإخوان؟ هاد الحالات راهم داروا، ولكن انتبهوا لهذا الشيء هذا. لان شحال من واحد كيقول لك غادي ندوز نمشي ندوز المقابله، ها انت غتمشي دوز المقابله، الوثائق خصك تجيبهم، الوثائق الباسبور ديالك الى اخره، غير غادي يسولك يقول لك انت يا فوقتاش جيتي لهنايا ولا اعطينا الاقامه ديالك ولا من غتجيب لهم هاد الاقامه. تفهمنا دابا الاخوان؟ اذا انتبهوا لهذه القضيه هذه والله يسهل الامور على الجميع بحول الله. ندوزو للسؤال الموالي. هذا الاخ كيسول شنو هو الدور ديال الجرين كارد والسوشيال؟ شنو هو الدور ديال الجرين كارد والسوشيال هنا مثلا في امريكا؟ فمن طبيعة الحال سؤال مهم وسؤال في المحل ديالو. اذا انت مثلا جاي قرعه ولا غتاخذ داك الجرين كارد والسوشيال باش غينفعوك ولا اش غيصلحو ولا اش خصهم يكونوا عندك؟ فمن طبيعة الحال الجرين كارد تعتبر هي الاقامه دائمة ديالك لمدة 10 سنوات بالنسبة للناس اللي كيجيو القرعة. إذا هذا ها الأهمية ديال الجرين كارد. إلا ما كانش عندك الجرين كارد لا تعتبر مقيما هنايا في أمريكا. إذا جيتي فيزا سياحة ولا ماشي هي جيتي جرين كارد، عندك إقامة ديال 10 سنوات، وهذا الجرين كارد بعد 5 سنوات كتمنح لك وتعطيك الحق أنك تدوز مثلا الجنسية بعد 5 سنوات، وغير كتاخذ الجنسية صافي يعني كتلغى ذاك الجرين كارد، كيولي عندك باسبور امريكاني اللي كيخول لك تمشي به لعده دول. صافي تفهمنا؟ ثاني حاجه وهذه الاقامه هذه هنا في امريكا تخول لك بزاف ديال الحوايج، يعني تخدم تشري دار هنا، دير بيزنس، دير بزاف ديال الحوايج.
عاد كيجيك السوشيال خصو يكون عندك هنايا، لانه هو عاوتاني كذلك مهم هنايا. راه الا ما كانش عندك راه ما يمكنلكش تخدم خدمه سواء مع 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 الدوله، الا خديتي الا خديتي الجنسيه، سواء مع شركات خاصه الى اخره، ما يمكنلكش تخلص الضرائب الا ما كانش عندك السوشيال وسميتو ومن طبيعه الحال تطبيب، دير شي بيزنس، تشري شي حاجه، اي حاجه اي حاجه هنايا في امريكا ضروري هاد جوج الوثائق كيمشيو مع بعض. يعني كيطلبوا لك تكون مقيم هنايا باش يعرفوك انك انت فعلا مقيم قانوني هنايا، لان انت راك كتعتبر مهاجر وغتبقى مهاجر واخا تاخذ حتى الجنسيه، راه كتبقى مهاجر. صافي الاخوان، السوشيال كذلك الاهميه ديالو انه ضروري كتخلص به الضرائب، تقلب على خدمه، كيمن حالك انك تخدم سواء مع الدوله ولا مع الخاص الى اخره. فهذا سؤال في محله. من طبيعة الحال ما كاينش شي واحد هنايا جاي بالقرعة أو لا بطرق واحدة أخرى، فراه ضروري خصو يكون عنده الأوراق اللي كيتسماو الإقامة ديالو اللي هما الجرين كارد أو السوشيال سيكيورتي ديالو. صافي الإخوان، هذا من جهة. من جهة ثانية ندوزو للسؤال الموالي ديال هاد السيد أو السيدة، كيسول على شنو هما الإجراءات اللي خصنا نديرو من بعد ما كنعرفو راسنا أننا فائزين في القرعة الأمريكية. اذا غنعطي مثال بالنسبه لهاد الناس ديال ديفي 2025 اللي غادي تبان النتيجه في شهر 5 ان شاء الله، 4 في شهر 5 بالضبط. فاول اجراء الاخوان هو كتعمروا داك الاستماره ديال دي اس 260، هذا اول اجراء. وباش تعمر هاد الاستماره كيلزموك بعد الوثائق وبعض المعلومات، منهم يكون عندك جواز سفر يعني ساري مفعول، مده الصلاحيه ديالو مازال ما تسالاتش، يكون قل من 6 شهور. هذه اول وثيقه يكون عندك الباسبور. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الباسبور فلازم ضروري حتى يمشيو يصوبوا الباسبور ديالهم عاد يبداو يعمروا هذه الاستماره. ثاني حاجه خصكم واحد العنوان ديال واحد الشخص يكون مقيم هنا في امريكا اللي كيتعتبر مستضيف ديالك، راني هضرت في هذا الموضوع هذا، ضروري عنوان ديال شخص مقيم هنا في امريكا. صافي غير يكون عندك هذه المعلومات، باقي المعلومات الاخرى اللي كاين في هذه الاستماره كلهم متوفرين عندك، عباره عن يعني معلومات شخصيه، معلومات ديال المستوى الدراسي ديالك، التجارب المهنيه، خدمتك الى اخره. الباقي المعلومات عباره عن اسئله عامه كتجاوب نعم ام لا، نعم ام لا، نعم ام لا، نعم ام لا. صافي، اذا كتعمر هذه الاستماره وكتصيفطها. ان فوا كتعمر هذه الاستماره وكتصيفطها ما كدير حتى شي حاجه، كتبقى كتسنى حتى يبداو يبانوا النشرات. غير يبداو يبانوا النشرات صافي انتيا كتشوف الرقم ديالك ديك الساعه، واش رقم متوسط، واش رقم صغير، واش رقم كبير، واش يعني على حسب الكيز نمبر ديالك، داك رقم الحاله ديالك كتشوفو، غير يطلع غير يصدر في النشره، غير كيصدر في النشره صافي يعني كتعرف ان انت راه مقبل ان شاء الله غادي يجيك الموعد. ان فوا عاوتاني كيجيك الموعد صافي كتبقى عاوتاني توجد الاجراءات الاخرين. شنو هما؟ هو انه كتتصل بالطبيب باش تاخذ موعد مع الطبيب باش دوز الفحص الطبي، وكترجم الوثائق. هادو هما الاجراءات اللي كدير من بعد عاوتاني ما كتوصل بالموعد. صافي هادو هما الاهم الاشياء. كتنتظر عاوتاني تمشي دوز الفحص الطبي، من بعد كتاخذ داك الملف كتدي معك الوثائق مترجمه، كتمشي دوز المقابله، دوز المقابله بخير وعلى خير، اسئله روتينيه عاديه سهله جدا كتجاوب عليهم، وكتاخذ الفيزا ديالك ومرحبا بك في امريكا. هادشي اللي كاين. يلا كمال يحييكم الى فيديو قادم ان شاء الله، واللي عنده كذلك شي سؤال يخليه لنا في تعليق غادي نجاوبوا عليهم في فيديو قادم بحول الله. كمال يحييكم، السلام عليكم ورحمه الله.